مشاهدينا بجد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. كابتن تامر، يعني لو هنتكلم عن احسن لاعب في مباراه اليوم، يمكن اكتر من لاعب ظهر، ولكن احسن لاعب من وجهه نظر حضرتك؟ طبيعي ان احنا هنختار من فريق المصري، وفريق مصري هو اللي ظهر بصوره افضل من فريق جونا النهارده. والله بص، كان في كلام بيننا انا وحسني وعمر على اثنين لاعبين، في مناوشات بس احنا في الاخر وصلنا لالياس، لان الياس قدم مباراه كبيره جدا. الشوط الاولاني فرصتين الخطرين للمصري، كان هو الانفراد اللي حطه جنب العارضه، والكره اللي حطها، الفاول اللي حطها في العارضه. لا، لعيب مختلف وفارق جدا مع فريق المصري، ولكن برضو لازم ما ننساش عموري قدم مباراه كبيره. يمكن لولا الاصابه وخروجه في الدقيقه 68 كنا ممكن نقول ان عموري هو برضو نجم المباراه، ولكن علشان الياس هو اللي كمل مده اكتر اعتقد من الياس. كابتن عمرو الياس ولا عمرو عموري؟ عشان بس نحسن اللعيبه كلها، عشان حاسس ان في مشاكل في اللعيبه. انا مبسوط باللعيبه دي، انا مش مرتاح للحته دي، حاسس ان في حاجه هنا. الحته دي كويسه والله، ريح نفسك بس. ماشي. لا، الياس الجلاسي النهارده هو بيتحكم في رتم المباراه. صح. لما يبقى لعيب كويس بيقدر يمسك كوره في نص الملعب. يمكن اتكلمت مع حسني في النقطه دي، وهو طبعا يعني شيخ الحته دي كلها. لما بيبقى لعيب في نص الملعب يقدر يتحكم في رتم المباراه بيفرق بشكل كبير جدا. صح. والياس كانت عنده ده، لما بيبقى عالي جدا بيقدر يمسك كوره ويقدر يوزع بشكل كويس، زائد ان هو مميز كمان في الكرات الثابته، في الكرات العرضيه. فعندك لعيب شامل يعني يقدر يصنع لك الفارق في اي وقت. فالياس الجلاسي بصراحه النهارده قدم مباراه جيده مع كل زمايله، ولكن هو المميز. كابتن حسني تختلف ولا لا؟ لا، انا شايف الياس مستوى ثابت، مستوى حاجه محترمه، هو اللي متحكم في رتم المباراه. وكابتن حسام بيلعبه في الحته ديت، عارف امكانيات مصر اللي هو اللي بيحرك الفرقه. وكمان انا عايز بس ازود حته مهمه جدا، لما تبقى لعيب محترف وتبقى مع المدرب من تونس وعنده ثقه فيك. صح. النهارده بتغير مدرب وبتظهر بالمستوى ده، فاعرف ان انت لعيب امكانياتك طبعا مع اي حد هتظهر. فانا بحييه وبشايف ان هو من افضل اللعيبه، زائد عموري عمل مباراه كويسه، لكن الياس هو اللي يستاهل يبقى نجم المباراه.